استاذ مؤيد شعباني، سعد صباحك. صباح الخير. صباحك بالخير ابو ابراهيم. صباح الخير. يعني الانتخابات عرس ديمقراطي وشيء لابد منه من ناحيه التجديد، طرح اشخاص جديده. موقفكم في حركه فتح فعليا في الانتخابات ان شاء الله يوم الاحد القادم؟ يعني في البدايه صباح الخير اخ خالد، صباح الخير هبه، بنقول هبه مبروك، يعني فالك حلو على طول الكلم وعلى النبته، مبروك فعلا الخطوبه. صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الخير لتجارنا البواسل، هذول التجار اللي دائما وابدا كانوا مع الحركه الوطنيه، كانوا فعلا صامدين مرابطين رغم كل وجعهم، رغم كل المهم، رغم الوضع الاقتصادي الصعب، رغم انسداد الافق السياسي، لانهم بقوا صامدين في وجه هذا المحتل، متعاضدين متضامنين. اليوم او بعد غد الاحد سيكون اليوم الديمقراطي في ظل ظروف صعبه ان تمارس الديمقراطيه. نستذكر قول الشهيد ياسر عرفات، هذه الديمقراطية التي تنطلق من غابة البنادق رغم كل التضييقات الإسرائيلية من هذا المحتل وكل الأوضاع، هناك فعلا ديمقراطية تمارس في هذا البلد. الانتخاب غرفة تجارة وصناعة وزراعة تول كرم، هذا عرس فلسطيني حقيقي، عرس لهذه الفئة التي يعتز فيها كل أبناء شعبنا. تجارنا البواسل كلهم يعني متساويين، لديهم الكفاءة، فعلا لديهم الحق في أن يكونوا دائما وأبدا مناصرين متعاضدين مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة تول كرم من أجل إحقاق حقوقهم أولا، ومن أجل أيضا أن نرتقي بهذا البلد اقتصاديا، أن تكون محافظة تول كرم كما قال عنها ياسر عرفات محافظة تفوق النجاح، أن تكون أيضا متفوقة ومنفتحة اقتصاديا على كل أسواق الوطن وعلى أسواق الخارج. هذا ما أملنا فيه. نشكر سيادة الرئيس الذي أقر هذه الانتخابات وفي ظل هذه الظروف الصعبة حتى يلبي طموح ورغبات تجارنا باختيار ممثليهم في الغرفة. نعم، وفعليا لما نحكي عن قائمة تول كرم للتنمية والتطوير في غرفة انتخابات تول كرم، صراحة إيش الأمال اللي بتعقدها إذا كان في هناك تسلم لها للغرفة التجارية، وما هي الأشياء التي سوف تقدمها للمواطنين الكرميين؟ يعني في البداية ارتضت حركة فتح أن يكون لها قائمة من التجار، القائمة موجودة من 11 فارسا ترجلوا ليكونهم عنوان هذه المرحلة في الغرفة التجارية، رغم قناعتنا وقناعة كل أبناء فتح وكل كادر فتح أن هناك أيضا تجار يستحقون أن يكونوا أيضا في هذه الغرفة، إلى أن القائمة لا تتسع حسب نظام الانتخابات إلا إلى 11 شخصا، فبالتالي ذهب من اتخذ القرار ليكون أو ليتضمن توزيعا جغرافيا، توزيعا مهنيا وقطاعيا لكل التجار. أنا برأيي أن هذه القائمة، قائمة التنمية والتطوير، فعلا ستكون هي صاحبة الصوت الحقيقي للتجار، لتنفيذ رغبات التجار، لوضع البلد اقتصاديا سيكون إن شاء الله، لإنعاش البلد اقتصاديا سيكون إن شاء الله عبر هذه القائمة. أيضا يعني ميزات هذه القائمة أن لها مرجعية وهي حركة فتح، أن كل هذا الكادر الذي انتفض في كل مكان وقرية ومخيم وفي المدينة من أجل إنجاح هذه القائمة سيكون مرجعية لهذه القائمة، إذا ما كان هناك تقصير هنا أو هناك يستطيع أي تاجر، يستطيع أي مواطن، يستطيع أي مزارع، يستطيع أي صناعي أن يتوجه إلى مكتب حركة فتح أو يتوجه إلى كل الكادر الفتحاوي ليقول له أن البرنامج الانتخابي الذي حددته هذه القائمة والتي انتصرنا لها في هذه الانتخابات قد قصرت هنا وقصرت هناك، فبالتالي هذه القائمة لها مرجعية حقية، بينما الآخرون لا يملكون هذه المرجعية إذا ما كان هناك قصور. نحن لا نتحدث عن فوز ومعركة، هي منافسة حقيقية، منافسة شريفة، كل الإخوة الذين تقدموا للترشح في الانتخابات هم إخوة أعزاء بغض النظر عن انتماءاتهم، لكن حركة فتح قررت أن تكون لها قائمة وقررت أن تكون هؤلاء الأشخاص 11 شخصا هم من يمثلون هذه القائمة، وفي هذه الفترة لظروف يعني خاصة ولظروف جغرافية أيضا ولظروف قطاعية ومهنية تم اختيار هؤلاء
الأشخاص، ليسوا بأفضل التجار وليسوا بأفضل الناس. أنا متأكد أن هناك بتجارنا أيضا كفاءات حقيقية موجودة، لكن في النهاية أصبح لدينا قائمة. أنا بناشد من هين من عبر تلفزيون الفجر الجديد كل تجارنا للانتصار لهذه القائمة، لأنها فعلا قائمة وطنية بامتياز، ستحافظ على حقوق التجار، ستعمل على إنعاش البلد اقتصاديا، ستقاتل مع التجار ضد من تسول له نفسه المساس بالحركة التجارية في البلد، ستتعاون مع مؤسسات البلد سواء الرسمية أو الأهلية، ستتعاون أيضا مع التجار في ملف الضرائب الشائك أيضا في كل الوطن. بالتالي كل أبناء هذه الحركة سينتصرون وسيكونون داعمين حقيقيين لهذه القائمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من برنامج انتخابي لهذه القائمة. طب إبراهيم، فعليا بدي شوي هيك أروح على حكي الشارع الكرمي، معروف أنه مؤيد شعبان كان ضد تشكيل القائمة، حاليا أنت تتحدث باتجاه هذه القائمة، ايش اللي صار فعليا؟ يعني في النهاية انا كشخص مؤيد شعبان كنت ارى ان نكون في فتح على مسافة واحدة بين كل التجار، لانهم فعلا تجارنا كلهم تجار بواسل، تجار حقيقيين انتصروا للحركة الوطنية، انتصروا لحركة فتح، ونحن ايضا انتصرنا لهم، لكن في ظل الظروف الصعبة التي مرت فيها تشكيل القائمة من الوقت الضيق الذي اعلن عنه من قبل وزيرة الاقتصاد، ايضا كنا ايضا الحركة ما أكتب الإقليم عفوا أو حركة فتح كلها منشغلة بأعياد انطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة حركة فتح، أيضا هناك كان قرار المحكمة بخصوص الغرفة التجارية، فبالتالي لم يتبقى إلا يوم أو يومين، اجتهدوا الإخوة والأخوات في إقليم تلكرم أن تكون هناك قائمة. فبالتالي أنا كمؤيد شعبان وعضو مجلس ثوري وكادر من هذه الحركة ورجل مسؤول، أنا أعلم جيدا والتجار نفسهم يعرفون جيدا من هو مؤيد شعبان، فبالتالي أنا لن أنتصر إلا إلى قائمة فتح، لن أكون خارج هذا الإطار. هناك قائمة أصبحت تحمل اسم ياسر عرفات، اسم كل الشهداء، اسم أخوتنا الأسرى، أخواتنا الأسيرات، اسم جرحان البواسل، باسم هذا التراب المغموس بدم الشهداء. فبالتالي لا يمكن أن يصطف أي وطني كان سواء مؤيد أو خالد أو هبة خارج هذا الإطار، كلنا سننتصر لهذه القائمة لأنها هي صاحبة المشروع. أيضا يعني هذه الحركة لأنها تلامس هم الجماهير ولأنها أم الجماهير، فبالتالي لا يمكن أن تكون بعيدة عن هذا الموضوع. فمن ينتصر اليوم لقائمة فتح، فتح أيضا كانت وفية مع كل تجارنا في كل مراحل حياتهم ومؤسستهم، يعني توجهوا التجار ويعرفون جيدا، وأنا أوجه كلامي إلى كل تجارنا بالبواسل بغض النظر من كان في القائمة أو خارج القائمة، أنكم أنتم أيضا كلكم توجهتم إلى مكتب فتح، ومكتب فتح قد قدم لكم كل ما يستطيع من مساعدات، فبالتالي جاء الوقت للوفاء، الوفاء لهذه الحركة. نحن لا ننطلق من إيماننا بشخوص، نحن ننطلق من إيماننا بفكر، بعقيدة، بمبدأ هذه الحركة، فبالتالي الحركة كلها ستكون هي المسؤولة عن ممارسة هؤلاء الأعضاء في الغرفة التجارية غدا. طيب الحديث يعني في هاي الفترة عن الوضع الاقتصادي والتجار شوي يعني مع بداية السنة ونهاية عام ماضي شوي تدمروا، الوضع الاقتصادي شوي صعب في ظل ما تشهد الساحة الفلسطينية وتحديدا أيضا الإقليم بصورة عامة، المحيط الإقليم الجغرافي. فعليا إيش التصورات لقائمة تلكرم للتنمية والتطوير، قائمة حركة فتح للنهوض بالواقع الاقتصادي لمدينة تلكرم؟ يا شيخ، لا شك أولا أن باسمكم جميعا وباسم كل تجارنا البواسل نقول يعطيهم العافية، أعضاء الغرفة السابقين الذين كانوا لدينا فعلا يعني وضعوا اسم الغرفة التجارية في مكانه الطبيعي، اجتهدوا كثيرا، أصابوا كثيرا، قدموا كل ما لديهم. أيضا هناك يعني لا شك أن هناك فوت هنا أو خطأ هناك، لكن مع الممارسة أنا برأيي وفي ظل البرنامج الموجود حاليا، في ظل يعني دعم سيادة الرئيس للغرف التجارية والاتحاد الغرف التجارية، سيكون يعني غدا مشرق لتجارنا البواسل، سيكون انتصار حقيقي لكل قضاياهم، ستكون الغرفة التجارية فعلا حاضرة في كل وقت مع كل تاجر، ومع كل تاجر فعلا بمشاكله، سواء كان تاجر أو مزارع أو حتى صناعي. لا نغفل أخي، حتى يعني ترى يردد البعض أن هناك نسبة كبيرة من العمال
ضمن الهيئة العامة، لا نحن نفخر بعمالنا، ونحن إذا كنا نستطيع أن يكون أكثر أيضا عمال ويحملون صفة التاجر فليكن ذلك متاحا، لأن تحديدا كل يوم بدخل على طول الكرم أخي خالد وأختي هبة 4 مليون شيكل، وتعتبر هذه يعني عملة صعبة، تعتبر قادمة من طرف آخر لتحريك السوق الفلسطيني. فبالتالي لا، المطلوب منا جميعا أن نصطف حول الغرفة التجارية، أن ندعم هذه الغرفة حتى تحقق انتعاش اقتصادي، حتى تحقق كل ما يمكن أن يلبي رغبات هذا التاجر أو المزارع أو الصناعي. نعم، وبالتالي رسالة أخيرة من حضرتك للتجار الفلسطينيين أو التجار الكرميين تحديدا بعد صراحة يعني كمان يومين راح يكون هناك العملية الديمقراطية وراح يكون هناك عملية الاقتراع. يعني أنا بدي أقول لكل تجارنا اللي سامعيننا هسه واللي ينقلوا رسالتنا الحقيقية أن هذه الحركة هي حركتكم، أن هذا المشروع هو مشروعكم، بالتالي هناك فقط لا يمكن أن يكون انتخاب أكثر من 11 شخص، لكن أنا بعدكم باسمي وباسم حركة فتح، باسم إقليم فتح، باسم كل كادر فتح، أن هناك البند الأول من البرنامج الانتخابي سيكون هو المجلس الاستشاري، سنستعيد عن المناطق التي لم تمثل، عن الرجال المهمين في تجارنا سيكونوا ضمن هذا المجلس الاستشاري الذي سيكون صاحب قرار بالاتفاق مع أعضاء كتلة التنمية والتطوير جميعا، سيكون صاحب قرار واختصاصيات ورفعها، وعلى أيضا سيكون المجلس الاستشاري الرئيس سيكلف أيضا بحضور جلسات أعضاء الغرفة التجارية. بالتالي سنستعيد عن النقص الذي كان سواء قطاعيا أو جغرافيا بقائمة التنمية والتطوير. وأنا هنا أناشدكم جميعا أن الأيام القادمة حبلى بالفرح أخي خالد وأختي هبة، حبلى بالفرح للشعب الفلسطيني، حبلى بالفرح لطول كرم، يعني إن شاء الله أن الفرح سيكتمل لنا جميعا، أن ننتصر للحق، ننتصر للحقيقة، ننتصر لكل الناس الأوفياء، ننتصر لمن يقف معنا دائما، لمن يكون فعلا منخرطا مع الجماهير، يتلمس ألام الجماهير سواء كانوا تجار أو مواطنين. بالتالي أنا أتأمل منكم تجارنا البواسل، وأنا أعي جيدا وأنتم تسمعونني جيدا، أقول لكم لم نقصر معكم يوما، ليكن يوم 27/1 يوم الأحد القادم يوم الوفاء لهذه الحركة، يوم الوفاء للشعب الفلسطيني، يوم الوفاء لدماء ياسر عرفات، بعيدا عن المناغصات هنا أو هناك. أنا أقدر جيدا وجع من كان يعني يرنو إلى أن يترشح وأن يكون عضوا في الغرفة التجارية، أنا أتفهم جيدا ذلك، لكنني أقول لكم أن هؤلاء الأشخاص أيضا يمثلونكم، والذي لم يمثل نحن أيضا نمثلكم، نمثل جميع الفئات وتحديدا تجارنا وصناعيين ومزارعين. أنا أأمل منكم جميعا فعلا أن تكونوا وفيين كما كانت هذه الحركة وفية معكم، كل أمل بكم. لا يمكن أخي خالد ولا يمكن أختي هبة يعني فعلا يعني إحنا نتنقل من مكان إلى مكان، هناك جيش حقيقي لهذه الحركة يعمل لإنجاح هذه القائمة، أن القائمة إن شاء الله منتصرة بإذن الله، منتصرة بإذن الله، يعني قبل كل شيء الله وحده هو يعلم أننا منتصرون. فبالتالي الله وحده يعلم ما في نية كل فتحاوي، ما في نية كل واحد من هؤلاء، كل أحد من هؤلاء المرشحين. فبالتالي ربنا العظيم الجليل سيكون يعني النصر حليفنا. نحن نتحدث عن النصر عادي، نحن نتحدث عن النصر بفارق، لأننا نعلم جيدا أن هؤلاء التجار، هؤلاء الأوفياء، هؤلاء الذين يعني قبضوا على الجمر وعضوا على صبرهم، أننا سننتصر لهم كما سينتصرون لنا يوم الأحد 27/1. إن شاء الله. يعني أشكرك جزيل الشكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح مؤيد شعبان، وبالتأكيد سيكون يوم الأحد تمام الساعة 9 ولغاية 5 انطلاق الانتخابات لغرفة تجارة وصناعة وزراعة طول كرم، 17 مرشحا من خلال قائمتان يتنافسون بالتأكيد على